وإذا احتاجت المعركة مع هؤلاء الإرهابيين التكفيريين أن أذهب أنا وكل حزب الله إلى سوريا، سنذهب إلى سوريا. لا شك أننا تعرضنا لضربة كبيرة أمنياً وإنسانياً وغير مسبوقة في تاريخ المقاومة في لبنان بالحد الأدنى. نعم، نحن تلقينا ضربة كبيرة وقاسية، لكن هذه حال الحرب أيضا وحال الصراع، ونحن نعرف أن عدونا لديه تفوق، ولم نقل غير ذلك في يوم من الأيام، تفوق على المستوى التكنولوجي. نقول لحكومة العدو، لجيش العدو، لمجتمع العدو: جبهة لبنان لن تتوقف قبل وقف العدوان على غزة. بعد كل هؤلاء الشهداء وكل هذه الجراح وكل هذه الآلام